هلا وصلنا لفقرتنا الطبيه. لما الموضوع بيتعلق بصحتنا بنصير بنبحث كثير وبنسال الناس اللي حوالينا عن افضل طبيب او افضل مشفى، واحيانا بنحتاج كذا خدمه او عده اختصاصات لنتعالج بنفس الوقت بدون الحاجه انه نروح لعده اطباء او حتى عده مراكز. عده اطباء وعده مراكز وعده اماكن ومواصلات كاملة. تماما. اليوم رح نخبركم عن مركز جنرال التخصصي، هذا المركز من فقرتنا الطبيه اللي رح نحكي فيه عن اكثر من مجال متواجد ضمن المركز وبيحتوي على عدد كبير من الاجهزه والخدمات الحديثه وتفاصيل كثيره ثانيه رح يخبرنا اياها ضيفنا الدكتور كنان عبد الناصر سنان الاختصاصي بالجراحه العظميه ومدير مركز جنرال الطبي. يسعد صباحك دكتور. صباحكم. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. بالبدايه خلينا نحكي عن الخدمات يلي بتقدموها بالمركز. الفكره كانت ناشئه بهذا الوضع الصعب للامانه الاقتصادي، انه نحن نقدم خدمه بعيده تماما عن المشروع المادي للمرضى. اليوم انا لما بقدر امن مكان واحد بمنطقه تعتبر بمنتصف دمشق مؤهله بشكل كامل لحتى نقدم خدمه متعدده الجهات، كيف يعني؟ يعني اليوم انا مثلا ممكن اضطر الجا لافحص مثلا اخذ روح انا وزوجتي عن طبيبه نسائيه، فما بنفس المكان بشوف مكان للاشعه، مكان لاجراء الايكو، مكان لفحص الاطفال، مكان لفحص اسناني، مكان لعالج اموري بشكل كامل انا وزوجتي من دون ما اتنقل باكثر من مكان، هذا امر بالنسبه لي مهم جدا. ففكرنا نحن انه ننشئ مركز طبي بحت خدمي، هو مركز خاص، هو مركز بالمحصله خاص لكن خدمي، بحيث انه نحن ولا بنحكي ليش بعيدين شوي عن مجال التجميل لحتى نقدم الخدمه الطبيه المناسبه باكثر من 50 طبيب. نتداول استشارات ما بيننا خاصه بالمشاكل المعقده. اليوم في بعض المرضى بيكونوا عم يشكوا من مشكله فعلا تحتاج اكثر من راي باكثر من اختصاص. اليوم بده يطلع طبيب الاوعيه مع طبيب القلبيه مع طبيب مثلا الجراحه والى اخره، وبالتالي هذا الامر مهم جدا، وعم نقدر الحمد لله بالمركز نقدمه بشكل كامل وعلى اعلى نسق، خليني اقول خدمي بروفيشنال بشكل كثير كبير. تماما. طيب دكتور خلينا نحكي اليوم عن مركز جنرال الطبي والاختصاصي يلي بيقدم كثير من الاختصاصات، وقلت لنا في بقى العيادات، شو هن العيادات؟ نحن 50 طبيب للأمانة كفريق متكامل يحتوي على جميع الاختصاصات، يعني أشياء خليني أقول الاختصاصات اللي بيحتاجها المريض اليوم بهذا الوضع هي الاختصاصات الجراحية والاختصاصات الداخلية. يعني اليوم العيادة القلبية عندنا عيادة جدا مميزة، العيادة النسائية جدا مميزة، بالإضافة إلى عيادات الجلدية طبعا والداخلية الهضمية وما إلى ذلك. عيادات الجراحية مهمة، استشارات اللي بنقدمها نحن كجراحين يعني ككوكبة من الجراحين، من جراحين العظميه الى جراحين البوليه الى جراحين العصبيه طبعا، بالاضافه الى عيادات الاسنان، واللي نحن اتجهنا بعيادات الاسنان الى الابتعاد نوعا ما عن الجو العام الشائع بالبلد. اليوم الشائع بالبلد هو الامور التجميليه بعالم الاسنان والفينير والمينير والقصص كلياتها. نحن بنقدم علاجات بشكل اكبر. هلا اليوم احيانا يحتاج الامر الى تقديم علاج لحالة وظيفية تعطي نتيجة تجميلية مثل مثلا بأس بها. تماما. لا هو مطلوب مثل فقد عند المريض ممكن تماماً. زراعة تماماً. ممكن خلينا نقول فك، فهو يحتاج بين شيء خدمي وبين شيء شق تجميلي. أحيانا نحن بصير عندنا مشاكل نتيجة فقد الأسنان إلى تخلخل فيها، أو مثلا عدم قدرة على إطباق صحيح، أو مثلا نحن بعالم الجراحة العظمية مثلا الإبهام الأفحج هو ميلان بالإبهام. تمام. أغلب المراجعين بيراجعوا لأنه أنا منظر مو عاجبني. تمام. لا، المنظر مو عاجبك ما حنعمل عملية، حنحاول ونعالج ونلاقي طرق. أما لما يكون الأمر في خلل وظيفي، تراكب بالأصابع، انحراف بزوايا معينة حيأثر على المشي، لا نحن نتدخل كجراحين. فلذلك هو الأمر خدمي أكثر منه من أنه يعطيني شق تجميلي. تماما. تمام دكتور. اليوم شو الأجهزة الحديثة اللي عم تستخدموها بالمركز هي بتميزكم عن باقي المراكز؟ اليوم لحتى انا اقدم هي الخدمه المتكامله، وخاصه انا فيما يخص فيني، اليوم انا لما بيكون عندي ايكو جهاز قلبي بيقدر يكشف اغلب المشاكل اللي بتحتاج لا سمح الله لقسطره من دون اجراء قسطره.
قلبية. طب هذا الأمر أنا قديش بيوفر علي كمريض وحتى أنا علي كشخصي كجراح وقت وتكلفة، يعني أنا كجراح اليوم بدي أعمل عمل جراحي لسيدة مثلا تبديل مفصل والأفطري، طيب هي السيدة عندها مشكلة قلبية، أي تأخير بالعلاج بهي الشقين مشكلة تماما، يعني وما فيني اتداخل على المفصل هدد حياتها. واليوم أنا بدي روح باتجاه تكاليف باهظة تانية قلبية قبل ما أحكي بالشق العظمي، نقدم الاستشارة القلبية. فتماما نحن اليوم نقدم الاستشارة القلبية بأحدث أجهزة الإيكو وبشكل مع أشطر الأطباء. اليوم في ميزة أنا حاولت لما شكلت فريق المركز، حاولت أظهر شوف حالي أنا كشخص، أنه أنا لو بدي روح عن طبيب شو ميزات الطبيب اللي بتخليني اثق فيه او روح لعنده. لقيت انه شقين مهمين تماما، الخبره العمليه والعلميه، وهذا امر ضروري جدا جدا جدا، يعني خليني اقول لك يعني يكون الدكتور نيرد نوعا ما. والشغله الثانيه والمهمه هي وسائل التواصل بيني وبين الطبيب. يعني اليوم احنا بكل اجتماع مع الاطباء انا بنبه وبحذر دائما انه الاستماع والانصات الشديد للمريض امر يعادل ثلثين العلاج. في مرضى بيقول لي بيقوم من عندي بيقول لي الحمد لله انا حاسس حالي طبت مع انه لسه ما اخذت العلاج. طبعا طبعا انا سيطرت عليه، اخذت استوعبت مشاكله. بعض المرضى بيراجع بيقول لك والله انا شافني الدكتور قال ما فيك شيء، روح حاله نفسيه. ما انت دمرته للمريض، ما فيك تقول له هذا الكلام، هو ما حيتقبل الأمر. أنا لو كنت مقتنع أنه عضويا ما في شيء بقول له لا فيك شيء وعندنا مشكلة، وأنا هلا حاعطيك أدوية التهاب، طبعا أكون عم بعطيه فيتامينز أو معادن، وبلاقي المريض أنه بلش يتحسن شوي شوي، صار في استجابة بدون. فهذا الأمر نبه دائما ونوه أنه يا طبيب لازم ننصت بشكل كتير كبير للمرضى. فاليوم وجود الأجهزة لا يشكل نجاح بالمركز، الأجهزة تشكل جزء من النجاح، والعامل البشري اللي هن الأطباء معاملة الطبيب مهمة جدا. بالإضافة إلى أنه نحن عنا بالمركز فريق بنسميه فريق المتابعة، وهذا فريق مهم جدا، لأنه اليوم أنا بآمن بالخدمة ما بعد البيع. يعني مثلا اليوم أنا بشتري سيارة بتابعوني وبتصلوا فيني وبتطمنوا علي، بلاقي شغلة مهمة بيريحوني، وأنا نفس الأمر. أنا اليوم عالجت المريض، طيب بركي المريض تحسس من أدوية، بركي المريض ما استفاد، بركي المريض بحاجة إلى تحاليل، فنحن عندنا فريق بتواصل مع المريض. عندنا ضمن المركز لا ما في مخبر، بس نحن بنتواصل مع المريض انه اخي انت اضطريت مثلا ما تحسنت، والطبيب قال اذا ما تحسنت لازم نعمل هاي التحاليل، عملنا التحاليل وبعتهم مثلا واتساب لحتى نزودك فيه. العياده النسائيه فيها ايكو رباعي مجهز باحدث الايكو باحدث الاجهزه، وعملنا اليوم شيء شويه نريح المريض. اليوم نحن عندنا ابلكيشن بنبعث فيه للمريض الصور للمريضه الحامل وبنتابع معها، يعني بحيث انه تكون شوي الامور هيك خارج نطاق الطب المألوف بشكل او باخر. تماما. طيب خبرتنا انه انت بعيدا عن التجميل وهو مركز خدمي طبي بحت، ليش بعيدا عن التجميل؟ ممكن ضمن العيادات اللي عندك تختار عياده للحقنات وللتجميل والاستشارات الاخرى، شو السبب؟ تمام، يعطيك العافيه على هالسؤال. انا شخصيا اعتقد انه اليوم نحن شايفين البلد صار يعني غني جدا بمراكز التجميل، ممتلئ. واللي بعتقد تماما وبعتقد وانا اسف احكي الكلمه انه شوي صار الامر مبالغ فيه وشوي مادي. يعني اليوم الشيء الوظيفي نحن بمركزنا بينشغل، يعني اليوم مثلا حكون شوي هيك صريح، اليوم احنا لدار الافتاء سالنا انه انا اذا بدي اعمل تجميل انف شرعا يجوز، حطوا اكثر من 10 شروط لحتى يكون شرعا. في ناس بتتقبل هالفكره وفي ناس لا. فاليوم انا لحتى اشتغل الصح معناتها الصح يكون الحاله التجميليه تحتاج انا اليوم اعمل شيء تجميلي، اضرب الوظيفه، صلح انفي ما عاد اتنفس، او مثلا والله صلح منظر رجلي ما عاد اقدر ادعس، او مثلا مشان ساوي فينير اتعايش مع حساسيه طول حياتي، هذا الامر مرفوض. وبالتالي نحن لغينا فكره العياده التجميليه مشان الاختلاطات والمشاكل، مشان ما يصير في مشاكل فيها، مع اضاءه الى انه اي شيء وظيفي يتم اصلاحه تعطى المريض يعطى المريض نتيجه تجميليه. خلينا بس نكون شوي واقعيين، اليوم التجميل يعني كاسح كل الاشياء الثانيه، يعني هذا الشيء ما عم يقلل من بيعمل قلة التسويق عندكم تماما، خصوصي بالسوشيال ميديا والصبايا وحتى صاروا الشباب كمان. للأمانة الإبحار الإبحار ببحر متلاطم الأمواج أمر صعب، وإنك تكوني عكس السير أمر صعب جدا جدا طبعا. لكن بالمحصلة لا يصح إلا الصحيح. اليوم أنا لما بلحظة من لحظات إحدى مرضاي شعرت بنغزة قلبية
حتسأل عن أي تفاصيل، حتسأل عن شخص تثق فيه كطبيب صح. وعن مركز مؤهل ما يحيجه كمان عفواً إلى جراحات صح. يعني اليوم أنا عفواً أنا آسف، اليوم أغلب المرضى بيشكوا أنه أنا بفوت عن طبيب بيقول لي عملية فوراً، بروح عند مثلاً بيقول لي لا جميل. لا، اليوم نحن الهدف مو مادي، لا يعني انه نحن عم نشتغل ببلاش، لا لا لا، نحن نبحث عن خليني اقول الرزق الحلال او عن الحاله اللي انا اقدم فيها خدمه حقيقيه واخذ فيها كشفيه طبيعيه، وهذا تعريفي للانسانيه. اليوم الانسانيه وللاسف المجتمع كله يتهم الطبيب باللا انسانيه، والطبيب والطبيب وما عنده سيره غير الطبيب. للامانه في حق على بعض الاطباء، لكن انا كتعريفنا بالمركز للانسانيه هو تقديم الخدمه الحقيقيه الصحيحه واخذ المقابل المادي المتكافئ. اليوم اني ما حيجي المريض لتحاليل، اني ما حيجي المريض لتصاوير، اني ما حيجي لجراحه، امر مهم جدا. ياكل همه بهذا الوقت تماما، امر مهم جدا. بنفس الوقت لما بيكون المريض بحاجه لجراحه او لتفصيل معين، يعني امبارح كانت عندي مريضه فقالت لي انه انا بدي صور، فقلت لها انا شايف مو حاجه، قالت لي معلش لاطمن، قلت لها حاسس حتطعميني مال حرام، معلش والله انا بثق انه، قالت لي قلت لها خلاص مثل ما بدك. لما صورنا قلت لها شايفه، قالت لي معلش اطمنت. هذا صار شق نفسي لازم اعالجه، انا ما حد فيني اتركه تماما، ما فيني اترك هي الثغره ولو انه انا اقنعتها. طيب خلينا نحكي بالختام دكتور كنان عن التميز يلي موجود من مركز جنرال التخصصي، خبرنا اكثر. للامانه انا عندنا عده مفاتيح قوه بالمركز، اهمها هي العامل البشري. يعني اليوم انا بعيادة مثلا الجراحه العامه عندي طبيبه مميزه جدا، هي بتقضي حاجبه كثير كبيره عند السيدات. يعني اليوم في بعض السيدات بتعاني من مشاكل شرجيه، مشاكل بالاذداء، كتل تحت الباط، بتلاقي في صعوبه بفحصها من قبل طبيب. فلما يكون في طبيبه انا هي بتسهل علي انا كمريضه اني راجع المركز وانفحص واخذ العلاج الصح. تمام. مو معقول لانه كمان حماتي تعالجني وسلفتي وادويه الشواء العوام، هذا امر خاطئ. النقاط مفاتيح القوه الثانيه هي الـ 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 بالعيادات السنيه، انه نحن عندنا فريق متكامل مع بعضه البعض. يعني نحن اليوم بفوت المريض بيخضع لاكثر من استشاره لحتى يحقق المطلوب بدون تحيز مادي. يعني اليوم مثلا في فقد ممكن ينحل بالتقويم من الخطا الزراعه، فبيشرف على الحاله طبيب التقويم، بيشرف على الحاله الجراح، وبيشرف على الحاله طبيب التجميل السني، طبيب التجميل السني، وبيشرف على الحاله الطبيب المختص ممكن بده يسحب عصب او لا، وبالتالي احنا عم نقدم هيك استشاره مريحه للمريض دون الحاجه انه يشك بلحظه من اللحظات انه هو عم يتسوق فيه او عم يلتعب فيه. النقطه الثالثه اللي انا بحب بقولها انه احنا فريق المتابعه والطاقه الكهربائيه اللي مأمنينها بالمركز بمنظومه، ما بفوت المريض بالصيف بارد، بفوت بالشتاء دافي، ما بتقطع عنا الكهرباء الحمد لله ضمن المنظومه، مو مدعومين احنا بس ضمن المنظومه اللي احنا جهزناها للمركز مشان ما نفهم غلط. وبالتالي الاخلاق اللي عم تندار فيها معاملات المرضى مع المركز والفريق اللي عم يتابع هذا الامر، انا بالنسبه لي هو احد عوامل النجاح واحد عوامل القوه، وخاصه مثلا بالاخير هي معايات العينيه اللي اليوم اللي عم نروح بشكل كثير كبير لنجبر بخاطر ناس واطفال ما عم تشوف، الحمد لله بهذه الحالات امبارح صارت تشوف باقل التكاليف. يعني انا بالنسبه لي هذا طبعا هذا شيء هدف حلو. الهدف هو دائما انقاذ المريض بدون مقابل، بدون تكلفه ماديه بهي الظرف الصعب، باهظه او زائده عن حاجته. تمام. يعني يعطيكم الف عافيه دكتور، شكرا كثير لوجودك معنا وموفقين يا رب. تسلمي، شكرا كل التوفيق دكتور كنان، يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك.